انا مش عارفه الفن ده هو يعرفه لنا اكتر. هو اسامه قزقز، ازيك؟ الحمد لله كويسه. قول لي بقى، عرفنا عن الفن واسمه كمان عشان عايزه انطق اسمه كمان صح. اسمه اوريجامي. اوريجامي، اوريجامي يعني طي الورق. طي الورق، طي الورق ده بالياباني. بالياباني هو فن بقاله حوالي 1000 سنه في الدنيا. ابتدى في الاول هو جزء من الدين او الثقافه بتاعتهم، اللي هو طائر كريم بيرمز للحياه اطول 1000 سنه. طارق الكريم ده انا هعمله معاكم وهحكي لكم عنه اسطوره فنانين. الضفدع بيرمز للخصوبه، حاجه للشر حاجه للخير كده. وبعد كده ابتدى يكون فن ليه علاقه الورق. هم كانوا بيعملوا الالهه دول بالورق. بالورق تمام. بيقال ان هو من قبل اليابان كان في الصين مع صناعه الورق اللي ابتدت في الاول، وكان الورق كان مستخدم في المراسلات الملكيه، كان ورق غالي جدا، فكان يعني حزينين جدا هم بيشتغلوا عليه. بعد كده طلع من اليابان، راح الاندلس. كويس، كان في لهم باع كويس في الاندلس في الموضوع، بس لان هم قالوا ان ده ممكن يكون له علاقه بالدين وتماثيل، فالموضوع وقف. وابتدى يلف بقى في كل حته، في كل بلد فيها جامعه وفيها موضوع بيدرس ده، لانه قائم على هندسه اكتر. طب اسامه، انت عرفت اوريجامي، فن الاوريجامي ده منين؟ وانا طفل كنت بتفرج على البرنامج قناه تانية، كان في شخص بيطلع يعمل الاوريجامي، ما كنتش عارف اسمه اوريجامي، بس هو كان سريع جدا ما كنتش عارف اتابعه. نسيت الموضوع. بعد كده رجعت في المدرسه، كان مدرس اسمه جوزيف، كان صديقي جدا في المدرسه، عمل لي فيل وعمل لي غراب بتفتح جناحه ويفتح بقه. انبهرت الفكره من وانا صغير، ان ازاي ورقه ليها بعدين 2 دي بتتحول لحاجه مجسمه، مش فاهم يعني ايه. ما قاليش ده اسمه اوريجامي وبس. سبت الموضوع شويه، حابه نسيت، حابه بسال، حابه رحت لعبت مزيكا، كنت بغني في فريق رساله، من الناس اللي اسست فريق رساله في اسكندريه. ومره دخلت معرض كتاب في اسكندريه، ده مساء الخير لو سمحت عندك كتاب بتاع الورق؟ قال لي اسمه اوريجامي. قلت له انا ما اعرفش، انا عايز بتاع الورق ده. قال لي امبارح جا مدام فلانه قالت انها حجزت الكتاب وفي شخص هيجي ياخد الكتاب ده. قلت له انا ما اعرفهاش وما اعرفش الشخص، بس انا هشتري الكتاب. الكتاب كان ب 70 جنيه. كويس، اتهزقت طبعا من كل اصحابي. واحد ايدك بتعمل ده يعني الورق. كان اشهر حد نور اللي هو بيلعب ساكسفون في رساله دلوقتي. قال لي يعني اسامه روح اتمرن مزيكا، يعني ايه اللي بتعمله ده؟ ابيض يعني. بس قعدت يوميا الساعه 12 بالليل على الكورنيش قدام بيتنا في اسكندريه بشتغل بس. بعديها اتنقلت خالص بقى الموضوع اللي انا ابتدي ادرس. صح، يعني عشت مع الاوريجامي. يعني اول ما كانش فيه نيه ان انا ادرس ده لحد او ان انا اعلمه، فكره ان انا مهتم ان انا اطبق ورقه واعمل بيه حاجه تسعدني انا. لحد ما جات فرصه وتعرفت على ناس اسكندريه عندهم مشروع تنميه، فاشتغلت مع اولاد الصيادين لمده سنه. اولاد الصيادين في اسكندريه، عزبه صيادين في اسكندريه، اشتغلت معاهم سنه. يعني انا قبل ما يخش في القصه، انا بس عايز اعرف بقى ازاي فن الاوريجامي او فن طي الورق انت بقى يعني دخلته للاطفال، يعني يفيد ايه للاطفال؟ ليه بيستهوي الاطفال يعني؟ ليه بيستهوي الاطفال؟ احنا مع الاطفال لما يعني ببتدي اعلمهم حاجات كتير قوي، اي حاجه انا عايز اعلمها الطفل انا ممكن اعلمها له عن طريق فن. ففكره ان الورقه بتطبق قبل الورقه ما تكون مربعه، القانون الاوريجامي اللي هو يعني اسمه فن طي الورق او طي فن طي الورقه المربعه. كويس، فما فيش ورق مربع كتير حوالينا جاهز، فببتدي اجيب مستطيل فبوريهم ان ده مستطيل، وبعدين بحوله لمربع فبيعرف ان فيه مربع والمربع جواه مثلثين، فبيعرف حاجات هندسه. ازاي صبر، ازاي يصبر على الحاجه لحد ما يشوفها. ازاي واحنا بنتكلم نتخيل، لما بقول لهم انا هعمل ارنب فيبتدوا يتخيلوا الارنب ودانه طويله، لا دي له قصير. طيب بنبتدي نحكي قصه ارنب فيبتدوا يعملوا حكي، وهما بيعملوا حكي يبتدوا يسمعوا بعض. لو هيرسموا بخليهم يغمضوا عينيهم ويعملوا تمرينات تنفس بسيطه كده، ويبتدوا يغمضوا عينيهم ويتخيلوا شكل المركب مثلا شكله عامل ازاي، بعد كده يفتحوا ويبتدوا يرسموا. كنت بشتغل في الاقصر، خيال او خيال. في الاقصر كنت بشتغل في معسكر هناك، مدرس هناك بتاع الهندسه قال لي انا بقالي 3 شهور مش عارف اعلمهم يعني ايه مثلث ولا مربع ولا مستطيل، وانت بكل سهوله جايب لي ورقه حمراء وعلمتهم الحاجات دي. فالحاجات دي بتشد اكتر من ان هو يعلمهم كده. طب هتيجي تعلمنا شويه بقى؟ علمنا زي ما بتعلم من كام اطفال. علمنا احنا برضه منيح يعني. احكي لنا الاول، انت قلت لي في الاول خالص ان في طائر انا هعمله معاكم، طائر الكرين ده او الكركي. الكرين زي الكرين بتاعنا، عشان كده الكرين بتاعنا بيطير يعني ولا ايه؟ والله ممكن، والله يبقى بنسمي كده على اسم الطائر اللي هو طائر الكرين. هو طائر في اليابان له اسطوره بتقول ان انت لما بتعملي منه 1000 شكل الامنيه بتاعتك بتحقق 1000 شكل. فده له علاقه بالحلقه بتاعتكم، فممكن حد يكون بيحب حد وبيتمنى ان هو يكون معاه فيعمل ال1000 دول
ويديهم له هديه ويحقق يلا قول لنا بسرعه مش عارف ازاي عشان الناس مستنيه. الاسطوره بتقول ان في صداكو دي بنت كانت في هيروشيما وجالها لوكيميا دخلت المستشفى. هي قصه حزينه شويه بس ليها نهايه. اهلها ما جابولهاش هدايا في المستشفى، جابوا لها ورق بس. كل حد رايح لها بيجيب لها ورق. ابتدت تعمل الاشكال، وصلت لحد 650. لقيت الولد اللي على السرير الطفل اللي جنبها مات، فابتدت تحول الامنيه بتاعتها من انها تخف للسلام. ماتت بعد 650، اهلها كملوا لها الالف وحطوه معاها في القبر اللي هي اتدفنت فيه. ليها تمثال موجود في هيروشيما في بارك كده، وليها مهرجان بيحصل كل سنه، وليها سايت، والناس على السايت بيقولوا اللي عايز يبعت الكريم بتاعه يبعته ويكتب على الجناح بتاعه الامنيه اللي هو عايز يعملها. طب ما... انت عارف اسم السايت طيب؟ يعني في سيرش على صداكو. صداكو ده اسم اسم البنت. اسم البنت يعني هي كانت بتعمل الشكل الطائر ده وعملت 650 واحد، وكانت لحد عشان تخف، بعد كده حولت للسلام. دلوقتي بقى الموضوع للسلام بيستخدم كتير قوي يعني. لا انا قصدي ان في حاجه زي طاي الورق يعني، بقت حاجه رساله للسلام بتتعمل.